اهلا بحضراتكم مره تانية من عاصمه اقليم الدلتا، من محافظه الغربيه، المحافظه الحقيقه بتربطها حدود مع 5 محافظات مختلفه: محافظه البحيره، محافظه المنوفيه، محافظه كفر الشيخ، محافظه الدهليه، وايضا محافظه القليوبيه. كل هذه الحدود مع المحافظات المختلفه كان بيلزمها الاهتمام بتطوير شبكه الطرق للوصول الى هذه المحافظات، وخطه استثماريه مهمه جدا عملتها المحافظه هنا عشان تصل حتى الى المراكز زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا التطوير اللي حصل في مراكز محافظه الغربيه. تطوير كبير جدا عشان نوصل لهذه المراكز، كنا محتاجين ان احنا نعمل شبكه طرق محترمه، وبالفعل ده اللي تم وده اللي شغالين عليه في الوقت الحالي، بالاضافه الى الخطه الاستثماريه في المحافظه. كل ده هيكلمنا عنه دلوقتي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربيه اللي منورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. خلينا قبل ما نتكلم عن الخطة الاستثمارية للمحافظة نبدأ بشبكة الطرق اللي اتعملت في المحافظة عشان تصل إلى كل مراكز المحافظة. في الحقيقة خليني أبتدي من سنة 2014 نقارن إيه اللي كان موجود لغاية النهاردة. في 2014 كان الخطة الاستثمارية عندنا للرصف فقط حوالي 189 مليون جنيه. النهاردة احنا بنتكلم في 471 مليون جنيه، وده بس خاص بالمحافظة، مخصص للرصف. ضيف عليهم حضرتك بقى المشروعات اللي بتتم من خلال هيئه الطرق ومديريه الطرق، بنصل السنه دي ل 1.7 مليار جنيه لمشروعات الرصف فقط في عام 22-23. طبعا كان اهتمامنا الكبير جدا ان احنا اولا نفتح محاور مروريه كبيره حوالين المدن، لان حضرتك عارف ان مدن محافظه الغربيه كلها مدن قديمه، شوارعها ضيقه، شارع رئيسي بيبقى موجود وشارع فرعيه طالعه منه، وبالتالي تكدس مروري شديد جدا موجود داخل كل المدن الثمانيه الموجوده في محافظه الغربيه. التفكير كان في البدايه ان احنا نعمل محاور، ده ابتدى فعلا في مدينه طنطا، ابتدى في المحله، شغال دلوقتي في كفر الزيات وفي سمنود. في طنطا انشانا محورين كبار جدا، محور كورنيش طنطا بطول 3.4 كيلومتر وكلف 153 مليون جنيه، محور كورنيش الغفران موازي ليه مباشره، المحور الجديد بتاع هيلانا اللي هو على ترعه الملاحه وللقادم من القاهره دون الدخول الى طنطا تماما، محور للقادم من اسكندريه اللي هو محور اسكندريه اللي بيؤدي الى السيد البدوي وامتداده لطريق الجنبيه ومنه الى شارع الجراء الى الخارج، محور عدلي منصور اللي بيربط الجامعه بالمنطقه اللوجستيه بطريق كفر الشيخ الدولي، طريق كفر الشيخ الدولي نفسه اللي بيؤدي الى محافظه كفر الشيخ، وكان مهم جدا ان احنا نربط محافظتنا والمحافظات المجاوره، سكه تلا اللي بتربطنا مع محافظه المنوفيه، وايضا طريق مهم جدا نفذته هيئه الطرق اللي هو طريق طنطا السنطة زفته الجديد اللي هو بطول 11 كيلومتر في المرحله الاولى. ده الطريق المزدوج. ده الطريق المزدوج اللي بيغنينا عن الطريق اللي بيمر داخل الكرة. الطريق ده اتكلف حوالي 972 مليون جنيه لانه طريق بيمر وسط المزارع، كان في اعمال صناعيه كثيره جدا، تم افتتاح المرحله الاولى بتاعته اللي هي ال 11 كيلو لغايه السنطة، والمرحله الثانيه جاري العمل فيها لغايه زفته، وهيربط بعد كده على المنصوره ثم دمياط، فهيبقى محور كبير جدا، وان شاء الله قريبا يقال ان هو هيرتبط مع طريق بنها الحر. طيب طريق طنطا كفر الزيات، طريق طنطا قطور، كل هذه الطرق فيها تطوير ايضا. بالنسبه خلينا نبتدي بعد طنطا المحله. المحله فيها مجموعه من الطرق الرئيسيه اللي فعلا عملت انفراجه مروريه كبيره جدا. اولا طريق جمال عبد الناصر، طريق جمال عبد الناصر ده الطريق الموازي لشارع البحر، وتم تطويره وتم تطوير شارع الجمهوريه اللي هو الامتداد بتاعه، والشارع العرضي اللي عليه عبد الحي شاهين اللي بيؤدي الى المجمع الصناعي، شارع البحر نفسه تم تطويره بتكلفه حوالي 74 مليون جنيه. القوس الشرقي من الطريق الدائري اللي هو بنقول عليه طريق كورنيش المحله، وده بتكلفه حوالي 120 مليون جنيه بطول 6.4 كيلومتر. ده اولا محور مروري جديد بيخلي العربيات اللي داخله الى المجمع الصناعي او الى المصانع الجديده اللي ست رئيس بنشئها في شركه مصر للغاز والنسيج ما تمرش بقلب المحله، وانما تدخل من الخارج من طريق طنطا المحله مباشره على المصانع ومنه على الطريق الدائري سمنود المنصوره، بالتالي انت مش محتاج انك تدخل الى قلب المحله علشان تنقل اي بضائع، خاصه انها مدينه صناعيه وفي دخول لمستلزمات الانتاج وخروج للمنتجات، وبالتالي انت محتاج يبقى عندك طريقين دائريين. كفر الزيات نفس الحكايه، كفر الزيات بتمتاز ان فيها مجموعه كبيره من المصانع، مصانع الزيوت والصابون، مصانع المبيدات والملح والصودا، كل هذه المصانع محتاجه لكميه كبيره من الشاحنات الكبيره، فبنعمل دلوقتي محور اخر على ترعه اسمها ترعه النعنعيه بطول حوالي 3.5 كيلو بتكلفه 90 مليون جنيه، ده هيخلي الشاحنات كلها تمشي بعيده عن
الطريق الداخلي او الرئيسي بتاع كفر الزيات، كمان طورنا طريق كفر الزيات الرئيسي، طورنا المدخل بتاع كفر الزيات، بنطور كورنيش كفر الزيات. في كل مدينه بندخلها لابد ان يكون في هناك تطوير للمحور الرئيسي، الشوارع العرضيه اللي بتؤدي لهذا المحور. صحيح. مربعات بناخدها بالكامل بيتم نهوها. والجميل في ذلك يا استاذ محمد ان احنا مش مجرد رصف فقط، احنا بنعمل رصف، بنعمل ارصفه، بنهتم بالبوردرات، مكان لعبور المشاه، اعمده ديكوريه، اناره، وقبل ذلك بيتم التنسيق مع كافه الجهات سواء ميه او صرف او كهرباء او غاز او اتصالات، انه قبل ما بيتم رصف اي مكان لابد ان احنا ننسق معاهم عشان مش بعد ما نرصف نبتدي نحفر تاني. كانت مشكله. الجميل كمان في هذا الامر ان احنا كل الشوارع عندنا الجديده اللي مرصوفه جديد فيها شبكه صرف امطار، وبالتالي اصبح دلوقتي الجهد قليل قوي لما الامطار بتنزل، وحضرتك عارف احنا من محافظات الوجه البحري، يعني في كميات كبيره جدا بتنزل من الامطار. كنا شارع واحد بنقعد فيه اكتر من 4 و5 ساعات بست وسبع عربيات لكسح المياه، دلوقتي احنا مجرد ما المطره بتنزل بتتسرب على هذه المصارف واصبح ما عندناش مشكله. مشكلتنا الوحيده في الامطار دلوقتي في الشوارع القديمه اللي بنعمل لها ايضا شبكات لصرف الامطار. مدخل قطور ايضا طورناه، مدخل سمنود عملنا له كورنيش وعملنا طريق غير الطريق الرئيسي، الطريق الرئيسي طورناه وهو المؤدي الى ميني سمنود في محافظه الدقهليه، وهو المؤدي ايضا لمسار العائله المقدسه، طريق المؤدي الى جامعه التكنولوجيا في بهبيت الحجاره ايضا تم تطويره، وده كان عباره عن طريق 4-5 متر عرضه، دلوقتي ما شاء الله 12 متر بيسهل على الطلبة وعلى أهالي قرية بهبيت الحجارة، خاصة أنها من القرى السياحية اللي فيها أثار كثيرة جدا. فشبكة الطرق كبيرة جدا شهدتها المحافظة يمكن لم تشهدها من قبل في هذه السنوات الأخيرة. طيب عظيم جدا. الدولة بيكون عندها خطة استثمارية، وكذلك كل محافظة بيكون عندها خطة استثمارية خاصة بها، بيكون في خطة طويلة المدى وفي خطة قصيرة المدى تخلص خلال هذا العام. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن 2023-2024، ايه الخطة اللي وضعتها المحافظة، الخطة الاستثمارية؟ الخطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة، ودي اللي بتبقى في الباب السادس، بتختص بالرصف، بالكباري، بالإنارة، بالنظافة، بالمرور، بالحماية المدنية، ودي تكلفتها على مدار التسع سنوات اللي فاتت حوالي 3 مليار جنيه. السنة دي احنا عندنا 560 مليون جنيه مقسمين على مشروعات الرصف ومشروعات الإنارة والحماية المدنية والمرور، إنما يمكن الرصف هو اللي بياخد أكبر يعني نصيب الأسد في هذه الخطة الاستثمارية. خليني كمان أقول لحضرتك إن هناك خطة استثمارية أخرى للمديريات اللي ابتدت في 2014 كانت 1.4 مليار جنيه، النهارده احنا بنتكلم في 15 مليار جنيه في 22-23. اجمالي الخطة الاستثمارية من 2014 لغاية النهارده احنا بنتكلم في 72.6 مليار جنيه استثمارات في بنية تحتية، في مستشفيات، في مدارس، في مراكز شباب، في تضامن اجتماعي، في تأهيل ترع. كل المديريات اجمالي الاستثمارات بتاعتها حوالي 72.6، لو ضفنا عليهم ال 3 مليار بتوعنا يبقى احنا بنتكلم في حوالي 75.6، ده بالاضافه الى المشروعات اللي بتتم من خلال كمان الصناديق الخاصه. عظيم جدا. المجمع الصناعي ده بقى حاجه غايه في الاهميه، ولما نيجي نتكلم عن الصناعه في محافظه الغربيه يعني نتكلم عن مجمع مصانع الغزل والنسيج الموجود في المحله القلعه الصناعيه الكبرى اللي كان ليها اسم في وقت من الاوقات، اسم يتعمل له ألف حساب مش في مصر بس، كمان بره مصر. ايه اللي تم في هذا المجال وتم التطوير في المجمع الصناعي في الغزل والنسيج في المحله؟ هو طبعا اسم مدينه المحله ما زال هي القلعه الصناعيه اللي موجوده داخل محافظه الغربيه، يمكن من احدى القلاع الصناعيه في جمهوريه مصر العربيه، وده يمكن توجهات سياده الرئيس ان هو يرتقي ويعظم صناعه الغزل والنسيج في محافظه الغربيه وفي المحله الكبرى بالذات. في مشروعين كبار جدا في مدينه المحله بيتموا او قاربوا على الانتهاء، مشروع منهم اللي هو المجمع الصناعي، وده عباره عن 3 مراحل. المرحله الاولى المجمع الصناعي اللي فيه 6 مباني كبيره، في حوالي 615 ورشه، مساحه الورشه 48 متر مربع، مخصص فقط لاعمال الغزل والنسيج والصباغه والمفروشات والوبريات، كل ما له علاقه بالصناعه. ممكن اي مستثمر صغير ياخد ورشه او 2 أو 10 ورش ويفتحهم على بعض ويبتدي يشتغل الامور اللي لها علاقه بالنسيج او الحاجات اللي بتخدم النسيج، زي الزراير، زي السوسد، زي الحلي، صناعات تكميليه، صناعات تكميليه الغزل والنسيج، وبعضهم بيشتغل غزل ونسيج ايضا، يعني بعضهم بينتج وبريات وفوط والى اخره. المرحله الثانيه هي قطع اراضي بياخدها المستثمر، مساحتها من 500
من 500 متر ل 1000 متر بياخدها بيبني عليها مصنع، بس مش لازم يكون غزل ونسيج، هي مفتوحه لاي نوع من الصناعات، فهنلاقي هناك صناعات غذائيه. لكن كل ده موجود داخل المجمع؟ موجود داخل محيط المجمع، واصل له المرافق والبنيه التحتيه كله، المرحله الاولى والمرحله الثانيه وصل لها المرافق، بل بالعكس ده ابتدت بعض المصانع انها تشتغل بطاقه كبيره جدا وبعضها بيصدر. كان عندهم مشكلات بسيطه، جالهم معالي وزير الصناعه يمكن الشهر اللي فات وتحلت الحمد لله. يمكن انا كنت في مجلس الوزراء امبارح وبشرني، قال لي كل المشاكل اللي كانت موجوده في هذا المجمع الحمد لله حليناها. المرحله الثالثه لسه لم ترفق، ما دخلش فيها المرافق بتاعتها، بس مستقبليا هي حوالي 32 قطعه ارض ايضا، مساحات اكبر شويه، وهيتم ترفيقها وتوزيعها ايضا بنظام حق الانتفاع على المستثمرين علشان يبتدوا يستخدموها لإقامة مشروعات استثمارية. عظيم. لكن بكل تأكيد في التخطيط لهذا المجمع أنه أبناء كل حرفة أو صنعة يكونوا في منطقة عشان يكون في تواصل ما بينهم أو كده؟ ده مظبوط، وده يمكن فكر سيادة الرئيس أنه يعمل هذا المجمع اللي خصص جزء منه لصناعات الغزل والنسيج، عشان يكون فيه هناك نوع من التكامل ما بين الصناع اللي بيشتغلوا في هذا، المستثمرين اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع في هذا المكان. عايز أضيف لك كمان أنه يعني مدينة المحلة فيها منطقة صناعية القديمة 450 مصنع خاص، حاجة بجد تفرح. مصانع منتجة مصدرة بتطلع كميات من المفروشات والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، يمكن بتصدر للبراندات العالمية وأيضا بتصدر للفنادق العالمية، الوبريات والفوط بتاعت البشاكير بتاعت السويمينج بول والحاجات دي كلها، حاجة تدعو للفخر. ضيف عليهم بقى اهتمام سيادة الرئيس بتطوير شركة مصر للغزل والنسيج. شركة مصر للغزل والنسيج في فترة من الفترات كانت يعني بتعاني كثيرا من بعض المشكلات نتيجة لقدم المصانع وخطوط الإنتاج اللي موجودة فيها. النهاردة احنا بنتكلم على أكبر مصنع يمكن في الشرق الأوسط أو في المنطقة بتاعتنا على مساحة 64 ألف متر، مصنع واحد ده وصلت نسبة تنفيذ فيه 97%. قريبا يعني نأمل أن فخامة الرئيس إن شاء الله يفتتح افتتاح رئاسي، وده فيه ماكينات ألمانية وسويسرية ويابانية على أعلى مستوى، كلها ديجيتال بمراقبة بالكاميرات، الديزاين بيتعمل على الكمبيوتر، بيتم تصميمه في مركز تدريب جديد بيتم تدريب العمالة فيه عشان يستخدموا هذه الأجهزة الحديثة، في تطوير لخطين من خطوط الإنتاج القديمة، مصنع 4 ومصنع 6. مصنع 4 قارب على الانتهاء، 96% تقريبا نسبة التنفيذ. عندنا كمان مجمع تحضيري للنسيج، مجمع تحضيري 2 للنسيج، مجمع تحضيري للصباغة، ومصنع للنسيج ومصنع للصباغة، ومركز جديد للتدريب. إجمالي الاستثمارات لغاية دلوقتي في شركة مصر للغزو والنسيج حوالي 8 مليار جنيه، قد تصل إن شاء الله بعد نهاية المرحلة إلى 30 مليار جنيه، لأنه فعلا المحلة وهذه الصناعة تستحق أن يكون هناك اهتمام بها. خليني أقول لك المصانع دي هتضيف ايه. لما بنتكلم النهارده بنقول ان احنا بننتج في المصانع بتاعتنا 40 طن من الغزل، المصانع دي هتخلي ال 40 دول ل 120 طن من الغزل. طب احنا بننتج دلوقتي 4 طن من الوبريات في مصنع غزل المحله، هيوصلوا ل 25 طن من الوبريات، الوبريات اللي هي الفوط وما شابه ذلك. 65 ألف متر قماش فقط بينتجوا دلوقتي، هيوصلوا ل 130 ألف متر قماش. إذا أنت بتضاعف مرتين وثلاثة إنتاجك، والسوق متعطش لذلك، سواء كان السوق الداخلي أو كان السوق الخارجي، لأنه المنتج القطن المصري وخاصة قطن المحلة له شهرة عالمية كله بيتهافت عليها. احنا معروفين يعني، عايز تروح عايز اساس اطلع على دمياط، عايز مفروشات اطلع على المحله دي. صحيح. حاجه معروفه يعني. طيب حضرتك قلت لنا نقطه مهمه جدا وهي دعم المحافظه للمستثمرين، لكن هنسيب مركز مدينه المحله ونيجي بقى لطنطا، المنطقه اللوجستيه في طنطا. ايه اللي قدمته المحافظه للمستثمرين في هذه المنطقه عشان يخرج هذا المشروع بهذا الشكل ويستمر ويبقى متنفس لاهالي طنطا؟ وبالمناسبه مش موجود في مركز في المدينه نفسها، ده موجود في 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 عزبه. عزبه الاواف. صحيح. هو طبعا المشروع ده على مساحة 86 فدان، كلف لغاية دلوقتي استثمارات حوالي 8 مليار جنيه، عبارة عن نادي رياضي واجتماعي، مول تجاري في كل البراندز العالمية، مجمع ترفيهي، مجموعة من المطاعم المشهورة جدا، أيضا منطقة لوجستية للأدوية بيتم إدارتها بشكل إلكتروني، كل الأدوية اللي داخلة جاية منين، بتتوزع إزاي، بيتصرف منها قد إيه، الستوك اللي موجود قد إيه، أيضا منطقة لمواد البناء ومستلزمات التجهيزات المنازل. في الحقيقة وفرت كتير جدا
جدا على اهالي الغربيه واهالي المحافظات المجاوره، لانه كان اهالي الغربيه يمكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت في بدايه الحلقه علشان يعمل نوع من الفسحه او يشتري احتياجاته او يعمل شوبينج كان محتاج يا اما يروح القاهره يا اما يروح اسكندريه. طب لو عايز يصلح العربيه بتاعته او يعمل لها صيانه ايضا كان بيروح القاهره او اسكندريه. دلوقتي انا عندي شركه للتوكيلات العربيات، معرض بيعرض السيارات وشركه توكيل لصيانه السيارات، انت مش محتاج ان انت تتحرك، بالتالي ده بيخفف الحركه المروريه على الطرق من هنا للقاهره ومن هنا لاسكندريه، اصبح عندك كافه احتياجاتك داخل هذه المنطقه اللوجستيه، الى جانب منطقه جديده موجوده دلوقتي اللي هي منطقه الخدمات الحكوميه، كل رجال الاعمال محتاجين اي خدمات حكوميه، قاعات، كونفرنس، اماكن يستطيعوا ويتواصلوا فيها بالإنترنت، قاعات للاجتماعات، وأيضا محطة للغاز. طيب أهمية هذه الأماكن كان مهم جدا المحافظة تدعمها. بتدعمها إزاي المحافظة؟ طبعا كل البنية التحتية توصلت المحافظة، إصدار كافة التراخيص، الطريق المؤدي إليها من قرية بربي لغاية هذه المنطقة اللوجستية، ساهمنا كتير جدا في إزالة العوائق في الطريق الجديد اللي بيربط طريق بربي القديم مع طريق كفر الشيخ الدولي. عايز أقول لحضرتك هذا الطريق عمل انفراجة كبيرة جدا للقادم من كفر الشيخ والقادم من القاهرة، مش محتاج برضه يخش القلب طنطا، محتاج أنه يعدي من هذا الطريق يدخل إلى المنطقة اللوجستية يكفي حاجاته كلها سواء كان شوبينج أو إصلاح سيارة أو إلى آخره. كمان السيارات اللي بتجيب المنتجات بتدخل من هذا الطريق، فكل الدعم بيتم تقديمه، كافة المشكلات بنساهم فيها في حلها في هذه المنطقة اللوجستية. عظيم. الدولة سيادة المحافظة عندها خطة مهمة جدا في إنشاء مجازر حديثة ونقل المجازر القديمة بعيدا عن الكتلة السكانية. كان في مجزر موجود في طنطا لكن تم غلق هذا المجزر لأنه موجود داخل كتلة سكانية وبكل تأكيد بيؤذي الناس الموجودين في هذه المنطقة، وتم إنشاء وافتتاح بالفعل وهو يعمل مجزر مهم جدا، مجزر نصف آلي في شبشير الحصى، عايزين نتكلم عنه يا فندم. في الحقيقة احنا عندنا في الغربية 20 مجزر وتم تطوير 4 منهم، أهمهم هو مجزر شبشير الحصة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ده كان بديل لمجزر طنطا. مجزر طنطا كان وسط منطقة شعبية، كثافة سكانية عالية، طبعا كمية التلوث اللي كانت موجودة كانت كبيرة جدا، مش بس من الروائح وإنما من المخلفات، والصرف حتى بتاع المجزر مش مفروض أنه ينزل على الصرف الصحي، وليه طريقة معينة في المعالجة مش مفروض أنها تبقى مباشرة على الصرف الصحي أو شبكة الصرف الصحي العادية. نقلنا هذا المجزر في منطقة اسمها شبشير، دي تبع لمركز طنطا، تبعد عن مدينة طنطا تقريبا 8 كيلومتر، الطريق طبعا ممهد دلوقتي اللي هو طريق طنطا المحلة. فيها الثلاث عنابر الرئيسية، عنبر نصف آلي واثنين عنبر يدوي. العنبر الواحد طاقته حوالي 50 راس غنم في الساعة و20 راس كبيرة أيضا في الساعة، يعني احنا بنتكلم على 150 غنم ممكن يذبحوا في ساعة واحدة، و60 من الأبقار أو من الجاموس ممكن أو الجمال يذبحوا فيه أيضا في ساعة واحدة. الجميل أيضا أنه موجود فيها حاجة اسمها الكوكر، الكوكر ده طاهي بيطهي كل المخلفات اللي بتطلع من الذبح وبيحولها إلى سماد عضوي تستطيع أو علف استطيع أن احنا نستخدمه. كمان عندنا محطة لمعالجة الدم اللي بيخرج، ما بنصرفوش مباشرة على الشبكة بتاعت الصرف أو على المصرف المجاور. عندنا وحدة بيطرية موجودة بتتابع الحالة البيطرية بتاعت الحيوانات اللي بتدخل في هذا المكان. في الحقيقة هو مكان فخر جدا لمحافظة الغربية، تكلف حوالي 49.5 مليون جنيه، وتم افتتاحه العام الماضي بحضور معالي وزير الزراعة ومعالي وزير التنمية المحلية. عظيم. نقطة برضو غاية في الأهمية هي تحويل القرى إلى قرى منتجة، وأعتقد أن ده ضمن خطة المحافظة خلال هذا العام. إيه اللي تم في تحويل القرى إلى قرى منتجة وطبيعة عمل هذه القرى؟ هل بنشوف مثلا لو في قرية مثلا مشهورة بحرفة معينة فندعمها في هذا الإطار، ولا بيتم الدعم إزاي؟ خليني أقول لك يا أستاذ محمد أن أنا لما توليت المسؤولية في محافظة الغربية ما كنتش أعرف أن عندنا هنا في المحافظة كم كبير من القرى كل قرية بتشتغل في حرفة واحدة فقط وزيرو بطالة. كل أهالي هذه القرية بيشتغلوا في حرفة، زي مثلا قرية الفلاستق ومحلة اللبن بيشتغلوا في الفخار والبيات، زي قرية شبشير الحصة أو حصة شبشير بيشتغلوا في إنتاج العسل، كتامة في إنتاج الأثاث، مثلا شنراء في الزبيب وزراعة العنب، قرية شبرا بلولة في إنتاج الياسمين. ويمكن مؤخرا سيادة الرئيس اهتم جدا بقرية شبرا بلولة وإنتاج الياسمين، لأن احنا بنصدر من أحد المصدرين احنا والهند، بنصدر عجينة الياسمين لفرنسا والدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا وأيضا إلى أمريكا دلوقتي. تقريبا 60% من الصادرات بتاعت عجينة الياسمين من هذه القرية ومن
قرية أخرى في مدينة بسيون أو مركز بسيون. عندنا برضو هنا في المحافظة، داخل المحافظة عندك أيضا قرية الحداد، ودي بتنتج منتجات جلدية في ضفرة، الباب والشباك، كثير جدا من القرى عددهم يبلغ 23 قرية. ما ننساش شبرا ملس اللي بتنتج الكتان ومنتجات الكتان والزيوت بتاعت الكتان وزيوت السمسم والمنتجات اللي بتطلع من العروق بتاعت الكتان نفسها اللي هي بتستخدم في الخشب الحبيبي. ايضا قريه ميت الحارون اللي بتستخدم في تطوير الكاوتش وانتاج السيور بتاعت الجرارات الزراعيه جدا يعني كل هذه القرى منتجه موجوده بالفعل. طيب طبيعه الدعم اللي قدمته المحافظه ايه؟ ولو حضرتك تذكر لنا مثلا مثال لقريه من القرى. الدعم اللي قدمته المحافظه يتضاءل امام دعم حياة كريمة، لأن كل هذه القرى معظمها دخلت في حياة كريمة. مثلا قرية شبرا ميلز دخلت في حياة كريمة، قرية ميت الحارون دخلت في حياة كريمة، تم طبعا إدخال كافة المرافق من مية وغاز وكهرباء وصرف واتصالات وأيضا بنية تحتية ورصف طرق، وده بيسهل كتير جدا لنقل المواد الخام ونقل المنتجات. أيضا القرى الأخرى بيتم الاهتمام بتوصيل الغاز ليها، بتقوية الكهرباء، برصف الطرق، بالاهتمام بمشكلات المزارعين لو كان بتعتمد على زراعة زي الياسمين مثلا على سبيل المثال، زي العنب على سبيل المثال. بنهتم أيضا بحل المشكلات البيئية بالتراخيص اللي معظمهم ما كانش عنده تراخيص، وبنقنن وضعهم، بيكون وضع قانوني بحيث أنها تبقى تحت مرأة ومسمع يعني الجهات الرسمية، وتبقى تحت مرأة ومسمع الدولة. كثير جدا من الدعم بيتم لهذه الكرة، ولكن الدعم الأكبر هيجي لها لما تخش حياة كريمة إن شاء الله في المرحلة الثانية في المحلة وفي كفر الزيات وفي أطور وفي بسيون. عظيم. وحدة التغيرات المناخية دي موجودة هنا في المحافظة، عايزين نعرف من حضرتك طبيعة عمل هذه الوحدة. وحدة المتغيرات المكانية دي وحدة متصلة بالمساحة العسكرية، وهذه الوحدة بترصد كل متغير بيتم على أرض المحافظة. يعني إيه متغير؟ يعني في مسح جوي بيحصل للمحافظة يومي، هذا المسح بيرصد إذا كان في تعدي على أرض زراعية، إذا كان في بنى مخالف، سواء كان بنى من المهد في البداية أو كنا بنى بيبقى دور زيادة. بنتعامل مع هذه الأمور، بنتوجه لهذا المكان بالإحداثيات، بنعرف إذا كان هذا المكان ليه تراخيص ولا ملوش تراخيص. لو ليه تراخيص بنخطر المساحة العسكرية، لو ملوش تراخيص بنبتدي نتعامل معاه بالتعامل القانوني وإزالة، ننفذ الإزالة الفورية لهذا المكان. طيب عظيم. حاجة بقى مهمة جدا لازم نعرفها ولازم السادة المشاهدين يعرفوها، أهل الغربية بكل تأكيد لامسين ده، الجولات الميدانية دي مهمة جدا. احنا حطينا الخطة بتاعتنا وبننفذ، والسادة القائمين على التنفيذ كل واحد في مكانه، لكن مهم ان محافظ المسؤول عن هذه المحافظة وحاكم هذه المحافظة يكون موجود في الشارع ويبص عشان يشوف الخطة ماشية وفق ما تم وضعه ولا في اي حاجة متغيرات بتحصل في الخطة او كده. فعايز اعرف من حضرتك طبيعة الجولات الميدانية اللي بتقوم بيها، وهل هي مركزة فقط على المركز ومدينة طنطا ولا باقي المراكز؟ خليني اقول لك يا استاذ محمد انه في اللقاء بعد ما حلفنا اليمين مع سيادة الرئيس كان اول توجيه سيادته لينا عايزكم متواجدين في الشارع. وبناء على ذلك انا ومعظم المحافظين او يمكن كل المحافظين دايما متواجدين في الشارع. انا بنفسي ما بحبش اعتمد على اي تقارير، انا متواجد في كل المراكز، يمكن في بعض الايام بلف الثمان مراكز كلهم. وبعض الناس بيقولوا لي احنا شفناك في المحله وبعدين في طنطا وبعدين في كفر الزيات. القرب من المواطن نمرة واحد، بتسمع المشكلات بتاعته، بتعرف تحلها في أرض الواقع، بيبقى معاك رئيس المركز أو المدينة أو مدير المديرية فبتحل على أرض الواقع، بتشوف المشروعات وبتعدل عليها أيضا في الميدان، بتشوف إذا كان في مشكلات أو عوائق سواء كان مية أو صرف أو كابل كهرباء محتاج أن أنت تعدله. التواصل مع المواطنين والتواصل مع الشركات اللي بتشتغل في الأرض والتواصل مع المزارعين والصناع أمر هام جدا، بيوصل لك فكرة، بيخليك أنت على دراية بكل شيء موجود في محافظتك. أنت مش محتاج أنك لا تتفرج على فيديوهات ولا تشوف تقارير ولا تسمع من حد، موجود على إنما أنت موجود في الأرض، عارف كل مشكلة صغيرة وكبيرة، بتحلها بنفسك، بتوجه بحلها. والأهم من كده أن أنت بتتابع لما بتنزل في مكان. أولا المكان طبعا بيكون فيه اهتمام زيادة، فبالتالي أهالي القرية استفادوا. وساعات بنزل جولات أو كتير جدا بنزل جولات مفاجأة، وبالتالي برصد بعض المشكلات. إلى جانب أن هناك جولات من نائب المحافظ، جولات من السكرتير العام، السكرتير المساعد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وفرق الرصد اللي موجودة عندنا اللي يوميا بترصد كل كبيرة وصغيرة موجودة في ترع، في مصارف، في نظافة، في إشغالات، في بنى مخالف،
في تعدي على اراضي زراعيه، كل شيء بيتم رصده داخل المحافظه وبيتم افادتي بيه، وانا ساعات بنزل كتير جدا على هذه المشكلات بنفسي عشان نحلها. التواجد مع المواطنين والتواجد في ارض الميدان امر هام جدا، وتوصيه من سياده الرئيس ما نقدرش نخالفها. عظيم، كل الشكر لحضرتك يا فندم وكل التوفيق في ما هو قادم. سياده المحافظ طارق رحمي محافظ الغربيه، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك.